في جو احتفالي كبير يتوج مركز بدر بصفاقس تلاميذة السنة الأولى من أكاديمية القرآن الكريم بمناسبة حفظهم لربع القرآن، كما كانت هذه فرصة لتوزيع الجوائز على حفظة القرآن من مختلف أنحاء الجمهورية. لنحفظ القرآن هو هادينا، قالوا هو حصن لنا يقينا. الجائزة اللي خذيتها اليوم تتمثل على أن احنا في جماعة الأكاديمي كورون حفظنا 12 حزب في مدة زمنية اللي هي عام، وكل عام يعني نحظو في 10 أحزاب، معناتها نوصلوا 6 سنين احنا نختموا القرآن كامل بحول الله يعني، ويتوجونا هما كل عام يعني. أنا خذيت شهادة امتياز بمناسبة اختتام السنة الأولى من الأكاديمية. الحمد لله يا ربي، هذا توفيق من عند ربي لي مكننا أن نحفظ هذا المقدار من القرآن. هذه جائزة خذيتها من تونس العاصمة، جابوها لي جمعية متاعي بمناسبة حفظي للربع بمشاركتي في المسابقة الوطنية في الجمهورية التونسية كاملة. الحمد لله تمكنا من فضل الله، أنا خذيت جائزة امتياز في حفظ مقدار، الحمد لله يعني اتفقنا باش نحفظ هذا المقدار من الأحزاب، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونكمل 6 سنين بأحسن الظروف إن شاء الله. هذه الجائزة اللي خذيناها اليوم تتمثل أنها تدل على أنه ثم عباد لهين بينا ويحبوا معناتها يخليونا احنا مش حيتنا صغار وما نعرفوش، معناتها يرفعونا في معنوياتنا. لاحظنا انه بنسبه نقولوا احنا 85% من المشاركين من اللي دخلوا في الاكاديميه هذه من المتميزين، معناتها متميزين وعداوا تعديه بتاع 12 حزب حفظوهم في 8 شهور كهو، اللي هو اللي يعرف حفظ القران مش حاجه بسيطه. مركز بدر بصفاقس فكره جديده لشباب عازم على حفظ كلام الله وتعليمه وتجويده وتعليم الاحاديث النبويه والاخلاق الاسلاميه الفاضله وسط جو ترفيهي، فكان تجربه ناجحه بامتياز. في اطار يعني في مركز بدر في فرع صفاقس المدينه عملنا مشروع استراتيجي اللي هو مشروع اكاديميه حفظ القران الكريم. المشروع هذا يتمثل في حفظ القرآن على 6 سنوات للشريحة العمرية ما بين 11 و 18 سنة، يعني نحبوه يوصل من 11 سنة في البكالوريا إن شاء الله عنده 60 حزب متاعه، والحفظ ذي مش يكون مقسم على فترات العطل، يعني يحفظ حزبين في عطلة الشتاء وحزبين في عطلة الربيع وستة أحزاب في عطلة الصيف. أنا قبل الأكاديمية كنت في ضلالة وكنت ما نصليش وما نعطي القرآن ما نستعرفش به، وكنت نضحك عليه، الحمد لله ربي هداني ويسرني طريق المستقيم. علمونا كيفاش ننظم وقتنا، كيفاش معناتها خاصة نقوم معناتها في الأوقات ونستغل وقتنا صبحية كاملة بيرسك في العطلة كنت أضيعها معناتها قبل الوقت هذايا، توليت نستغلها ومن بعد كتقعد العشوية كاملة نجم نتفرد فيها كي نلعب. نشاط من الترفيهي يشمل معنا البيك بونج، البلاي ستيشن، الكل بيبي فوت، مخيمات، خرجات، رحلات، كليك هذا كليك الواه باش يخليه الوليدات نتاعنا وبناتنا، مع العلم ان البنات اكثر اقبال على هالمساله واكثر نجاح، هذا كله كلوه باش نقرب الناس من القران ومن سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. لا والحمد لله، واحد يسمى معهد نموذجي ورغم الكونترنت نتاع القرايه يعني برشا وكل شيء، انا الحمد لله بالعكس النشاط هذا نتاع الجمعيه يفردك وينشطك، وحتى تكون انت تعب من القرايه وفرد من ستريس وكل شيء، تجي هنا تلقى جو جديد تلقى اصحاب. احفظ القران يحفظك باذن الله سبحانه وتعالى. جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس تعنى بتربية أبناء المستقبل على أصول إسلامية حديثة مواكبة لتطورات العصر، ومركز بدر هو واحد من بين العديد من المراكز التي ستتأسس في المستقبل.